حاجه سريعه جدا بس. انا بقالي 6 شهور قررت ان انا البس كل لبسي يكون لبس مصري، صناعه مصريه. والقميص اللي انا لابسه ده النهارده قطن مصري، والتل اللي فيه ده من سوهاج في الصعيد، والديزاينر اسمه محمد سامي العجولي. وقررت ان كل اللبس اللي بطلع بيه على الهواء يكون لبس ميد ان ايجيبت، والماتيريالز تكون مصري. اتمنى ان كلنا نحاول نلبس لبس مصري. شكرا. ممكن تبقى شيك، وده طلبي، ان لو في يوم من الايام كنت قصرت من الناحيه الشرعيه في حجابي فيا ريت ما حدش يقلدني بس كده. شكرا. وزيرة العام 2016.